ايتان ديال اقليم الحسيمه سيور نخدموا مزبروق الفكره ثانيتين ومامش يدس في كواد الى حدود الان. واخا الفكره مازال كاوشا هي بغيت الفكره واش تقول لي تجيب رمزيان الى يطيط عقلينو من تجربه الطبيعه تعجبه يعرف الى طيح الحلومين واش هذو هاد اكتشفوا شنو غي اسمه في المعارف من كبر الشهره في ناس قدري ناس كل شيء غير ولكن هما اللي جابوا مزيان تو لنا ميتو غاستي لي شي تما ولكن زي كوما صاروا في الناس تما غادي تما كوما صاروا هناك تك غير ما غادي تكشفيه تما اماكن هو تنين تنحسب اللي هي الهوايه تعجبي يعني اني شفت هذاك الراح فينو تعجبي تما بعرا تعجبي رخري تعجبي ناس زي سينو مي كوما صار كيما انايا كوما صاروا هناك تصور شي حاجه كامل تشارك شي حاجه ما يعني تما كي صفحين خصوصا فيسبوك وطاسي في مثلا في ندكي من بينهم العائله مي شي نتو باريناس انك شي مدام تكتب منايا اظن جن قالت في يوتيوب انا الصمغه الصحيه في فيسبوك كامل تكتب منايا سبحان الطاس اكيد اكيد كتبت بن دادي وانا كي كتبت بن تما كلشي اللي شي طفى انه اني بغيت نعاود جديد باش تسمع تما انه هو عارف قاسم تعريفه وتجي مهم مخرى تغير زعما انت عرفت ما باش نحاش الماني خطا ديك سيت ما ديك سمي تشيفس من عايزها بنادم بس هذيك الفكره نعم اكيد ويعني ديجن المغامره تصبح تصوطاس فعلا وما تنخمرات لانه تشتي ذا نخي كيفك ننشي نقوي كيفك طبعا من خلال الرحلات اللي كيتقد فذانيتين نعقب يعني المناطق إغاث وضد إلى حدود الآن من عنان تماني استبديد ما غاكشان خريطة معينة تقواد خاص نيخ متخزال على حساب البلان على حساب وسان على حساب مدى المشتا مدى نبذو وذانيتين يعني تسقر برحتي مسحي السنخ من يمكن الزان دياريف تبقى تكري هنا في بلان نشو صراحة من أقل اليوهي وش بلان تبعث وإنما نش تخبر نخطير غير خمس تيري غينة يعني غادي تيري واش ندوك باش نشري خصاص شنو برنامج تتبع انا كذا غادي يخسر تما روقة السيمانه اللي تخص السيمانه تما نهاية الاسبوع خاصة كينو طبعا ما عرفتش حوايجي تما من حاجة ماتريالي نو الصغابي يعني هذا القبر زاني تجيو انت صحة زاني تسيلات ولكن الاغلبية تما من تبع تما ما يطيح مخر ما طاح مش عارف يكمل ولكن غالبا تما الشينا في الريف الاوسط يعني تحصل قدام يعني في القبائل مثلا اكتشفوا مثلا السيمانه اللي قبل شنو في ويغار السيمانه اللي ديك ولا قبل شنو التوزين السيمانه اللي ديك ولا مثلا قبل شنو الطعيان هذا عقب عاود قبل شنو في ويغار السيمانه اللي قبل شنو القويين في ناس تكتشفوا التشوره فالتشام غا حضر السنة وغاستعقب في ورا ان حاجه تفرج ان شاء الله ما يتكمل فينا الا عاود غير شنو التحدي كيخفينو وهو تكتشف ربحوا راس نعرف من كمرن من الشمال تما غيدي الشمال المغرب من كمرن وهاكو مصير زغي المركز زغي البلدان الجبهه ايتيو سي لوكا كي قليم وشوان هوكوا سيني ربحار بحار تما كرسي منا كرت مولكي منا تقفلو نزغنو بلو ونبدو كرسي منا تما مش غادي تيري الوقت عبداي هادو غير المقطع يعني دو مثلا 10 كيلو موت 20 30 تما زي الساحل تبارك الله خروف زي الجبهه وغتا انه استطاع كمر اقليم الحسيمة كمر تكتشف خروف راه كاين شي جيج تبارك الله الا الاقليم راه كيعسكن اقليم دريوش عاود تكتشف الجيج روكا ان شاء الله ملي كوانا فوق الاقليم نناضو واخا دانيتين وما تنخمرود يعني اكيد ان المناسبه شرط ونشي نقا نخيب ونبذو اكيد يعني الاقبال تري الطاس الشواطئ اضرب حورينا فذي الجوله انك سواء ذي الشاون ناخذ الحسيمه ناخذ الدريوش من عنا انت مثلا ناخذ من عنا ربحوره اللي عدوان سين شطه سيودان وغاس نتاح الشنطه سيودان ومين تفيد ناخذ من عنا انت الملاحظات انك ايمي تروح حتى الشكار بحورايا فين الطاس انا بحبر راس عاد نسين شي ممكن نشم وشي ممكن نسين شي وزين مي غير نسنه قليل مي نسنه نضاون تما نضاون مواه ويت نقاش يعني ني زوين طاف طاف نبحر راس نوا الاغلب بحبر راس هنا غوت ندير شوز ندير شوفي تما غير نطونو بينا غيناس باش عاد نوض منها نتحوجي نشوي البدانية مغا شوية من الصباح ولكن من لحظة قلت لها نور الخورة هنا غير سبحان الله الطاس تيري أكثر تسمى أكثر نقاوة تسمى الصفران وذاك تمشي هنا في الزبال وذاك تمشي ناس وتمشي أفراد وذاك تمشي ناس العكس آخر بخورة ماني تسمى كيري سنة وذين طاح معاها الطاس وقلنا سواء باقي إقليم الحسيمان يعقلنا إقليم التريواش مثلا بعض الأسماء نعم مثلا بعض الأسماء ومثلا مراد من ربحورة هنا
الكرة رغم مثلا انت في مثلا شي نسيو في قيمة الحشيمانة ولا في قوين انت في مثلا تنس ربحان في قيس انت في ربحان بومقصود ربحان ذر خشود ربحان المخصقان داغزو هي جيت شنو خاكي مستصال ربحا مكرم ربحا إجنان المرسان جنان في جين جبرون وزين بعان ربحورة تسمى ذي كوحن بينا تنبيا تسمى يتيري سنسن وضغع سنخصن زيخصن ولكن سنسن وستينا شي بورتي تفهم شوية المغامرة نيتي دي مخني رخرة وزين حد بجي كنتا قاعد يمري اسمين وزين ربحورة ماني على القيقر مدري وشاق من الطاط الطاط مثلا إفريفونا سان تف مثلا كي إناس مخصقان حاشا والسحر انت فاذا تاعك المجات يفري وش يفري يدفيان انت فسمى انت ف المهم الطاس يسمى ولو غزال كي راه كرز باش اكيد 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 فعلا البعض نسن وصافي اكيد وما تنخ مراد امشيت يعني من تبغى نخرب حورينا انه عاد صفان عاد يعني قين نقوى نسن حيتاش وغاس نشن مسالك نخ ابريل ماشي معبد غاسن اي تماما واش معايا نعم ايدانينا البحوراتينا يمكن ماشي خصيصا يوداني تكتشفني تلقى المغامرات مشكو ما تنخمورات اي وي نمت في شي حاجه بالي انا تعجبني شي حاجه تركيزه المشي انا ما عرفتش ناي تعجبني شي وين ديك الفاي نصحك نروح نصرف حوره ثينا احسن راح وخصوصا وخصوصا الحوره ثينا غير يوسين لوخا دي تسمى ديال المنطقه ديال المنتزه الوطني في الحشيمانه ديال المنطقه قويل تسمى المليح بزاف قام المليح الامن الامان الا المناظر الطبيعيه تصبح علينا تسمى يجمع شي عندو كون ربحا بربار ربار اما اذا في الغابات الطبيعه تصبح فعلا وما تنخا مراد وكاين نسن يعني الغنى المنتزه الوطني للحسيمه وداني تينو ما تنخ مراد انا نظن يعني جن قوس نسن بانه يعني الاقليم الحسيمه يسن تبارك الله في السنه يجن اقبال كبير سواء من المغاربه طبعا المقيمين بالخارج افراد الجاليه اللي تعقبنا في وقت نسن نيخ يودان البارايد تسن تقصاد الحسيمة زي كل مدن المملكة يعني قد يجن رواج سياحي يمغى فواش يعني امشي توير شك زي النظرة انك يعني زي الوجهة انك زي تفاعل انك طبعا ايقل الموضوع ونتين السياحة التعريف المكونات طبيعيتنا واش الاقليم الحسيمة ديس فعلا ما يجذب السائح ونخميم من يمكن ان نقدم السائح ونتين جي طبعا شو جاك تشوها كان استورد مثلا زاوت غرب خورات نسوها الجبن السياح خاصة صراحة مثل الجن أثناء زعبنا زينا عصنيا ذاك شو خمرا نستورد مخن نشمر منتزة الوطني روحان الحسين ما تمجن منتزة ونكي تسمى نشتحسف تسمى استثنائي ما جن حاجة تسمى ايجن ثروة ايجن ثروة ما قطع ماشين تروح قي أقريم الحسين وهي المنتزة الوطني قارن نروح نسبر مرن سو روح تسمى ثمانية جن اسمى جي 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 دورة مرن سو روح نحيت روح اسم نجين ما في اسم نجين تفري دي دورة اسمى تري خشنا فرد الوقت مشتى يعني مني متعشي روح تقنية ثري ناس كي روح مشتى نتعشي تسلق الجبال اجمع ما يني جو ثري لا درغاب اسمى تفدك رغاب من غاف خصوصا غاف الارز نعم اجن المنطقة نعم ايوا الا انا عاودي لي لي دي فري لي لي فري كي تي يجي شنو غادي يقبل شي طعام تاع درنت تمجن ايش نسمى من دماغي غير نشن تقل المناظر راه قاعدين ني الصراحه سيد جينيس ولكن الحمد لله لو قامي وضحنا طحنا في جينيس سنه تمينا ارنا شنو غنروح باقي شكرا سيدي بوخيا كي روح تمشي شي ساعه تريد تجي العالم فعلا نعم اكيد يعني قد يجن الغناء قد يجن اني نيجن القاعده الاساسيه يعني مخف يعني ادسني يودن وفعلا تسندي يودن ويودن بارا يعني نخ نتندى نغني بدا تكتشف البحورات ينا تكتشف المناطق فينا فتبارك الله يعني بعد السير وقت نبدو ازينا نبقى نتريعي يودن يعني المواطنين نخ يعني زي تندى نغني زينا نبقى نتريعي يودن الداخل يعني يتعمان بعد ايضا كلايريس تعمل المناطق تينا ثرى يوسف ايضا فقديش نروج يمغى فعلا ولكن يخصنا خاز من اهل شوي تبريدا اهل شوي الامكانيات طبعا الاستقبال مشتف يعني حتى السائح وانتين ديري دي راح تنس وخومة نخمرد وانتين الجانب الربحورة اكيد انه مشي فنيت تحت تصن تقبيرين تحت تصن تشورة فاكيد حتى الموروث الثقافة العادات من المناطق تينا
حتى ينتج الدور دي جذب السياح، فمرا نسيو شويه العادات التقاليد تفيد دي بعض يعني القبائل، فقرب نغط شويه بعض العادات زي يعني ممشي يجينت دي مثلا التوزين اللي يبقويان اللي خايف ويا غار اللي قرعيان ما تفيد شي حاجه مميزه دي المنطقه دي في قبيرين تينا نعرف. مع الاسف الخاب ما يعني العادات التقاليد ني تحميت من الهواء ينقص بزاف ايغار خصوصا كي بان تشوف تاني تنسمكرين وجن شوي كيري مغاصبا اغلبيه تشوف اخوان خرين كباجن يجرى يقاجن ناس واحد فيما بشكل مهول. ولكن عاد انت في حاجه مثلا مالا نستورو في المنطقه روخانتو وبزعريس ودغيس انت فحال شي عاش نتفتح مع الناس في غزان في غزان خدمني وانت كذا تفتح شي طريقه تقليديه عادي كنوك مثلا نبقى ندواب كناس صغار تفتين قر مغسقان غيوريد كيف مغسقان غاكنا صفا عربي عيط الزوات وطاشين طريقة اللي جيني جين عاشين ريسكريبين ماشي زار ميني تعجيب هذا الحال في شيء في شكل ايش الانتماء المنطقة التربان ايوة وعاد كي جولة انت تعالي وين شي حاجة تما تف مثلا طابان كفيفات طابان يوزيوبان كارت انا مخدمنا خينا فيهم طريقة تما يجينا جنا بنجدو لنا ولكن مع الاسف المهم ما يطيح مقسمين المي وانت تعاود شي حاجه تصبح انت كاع تقيم شويه بي شويه ما تطازي بلا على من تقيم ان شاء الله ثاني تيجي تبقوين اللي يجي المعروف فين تمود ديك الظن نعم تمود ديك الظن عبد الناس وخا رقابين عبد الناس زين دوت عبد الناس بزاف من الحوايج ثاني هذا من عاد تجي شي حاجه ولكن من لحظه ماشي تروح نشوف ديك المغامره تكشفي تلقاو كوا قويل التفا ثاني تيرو خا ثاني تي الحرفة هي ثاني تي وتي كنت كنطغي وانا النوم غا وانا النوم غا انت فيك في 50 سنة تاون الشباب ناينة في مغاري بحامو فينا ميا وكان مشيت تسمى تمرة الميناء ثاني تسمى الموت نديك خمسة ميا يعني من القامة ليا يعني مش راحني في الصورة الناينة في صافي طراحي للحرفة مع منا والحرفة هي ثاني تيرو تسمى غموض ينزلوا صغند تسمى الصناعية صغند تسمى غاش القرون فعلا فعلا ما تنخ مراد والمنطقه يعني تميز س يعني طيز ظن تانيتين والطريقه الخدمه بالنسبه انت فيت يعني تخدمت سجن حرفيه طزيه تدقس ماشي من المناطق نغني يعني تيري امشاوان من المناطق نغني تيري شويه يعني تاخو ماشي الزيه ماشي صحيح يعني شنو شنو هي في ناسني خصوصا المنطقه النودوز يعني قاسني قاسني يبقوا ينضرا نعم تما محترفين بزاف في تغزمت بالمنتوجات مثلا وكيف شي في المنطقه الماني الطريقه ني فعلا فعلا وايضا نقدي حتى المساله يعني الجلد الحرفه الجلد دي صراحه اقدي نجي البراعه تمغص وطه صيحرف اي حريفيا نبني احمد ايمو كزن فنوضيني وبالضبط دي تغازوت فغاسني جن الحرفة الجلد يعني سجن الطريقة دي جن التقنية ثمغاس وطس وجن الحرفية ثمغاس وطس ولكن أمشي ثنين وما تنخ مراد فوتي خدمتي وداني مقرانيين راح النهارة فإلى الحرفة المية دي المنطقة